اهلا بحضراتكم من جديد. شفتوا حجم الاقبال وشفتوا اهتمام وحماس الاعضاء في الالتحاق بالاهلي، سواء في العضويه العامله الكامله للنادي هنا وفروعه في مدينه نصر او في الشيخ زايد قصدي والتجمع، او في فرع الاقصر. في فرع الاقصر العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي والكابتن خالد بيبو مدير اكاديميات الاهلي، الاثنين كانوا ضمن وفد الاهلي الرسمي اللي حضر او تفقد فرع الاهلي في الاقصر وبدايه حجز العضويه الجديده. نشوف العميد محمد مرجان ماذا سيقدم الاهلي لابناء الاقصر. اي واحد في مكاني دلوقتي ما تصورش كميه السعاده قد ايه اللي احنا بنحقق حلم، ده حلم كان يعني اسطورتنا ورئيس مجلس اداره النادي الاهلي كابتن محمود الخطيب، ازاي النادي الاهلي يبقى موجود في كل محافظات مصر، جمهور النادي الاهلي كبير الحمد لله رب العالمين، ازاي احنا نروح لجماهيرنا نبقى موجودين في وسطيهم، ازاي الناس تعرف فعلا يعني ايه مبادئ النادي الاهلي وقيم النادي الاهلي، ازاي نرحب بيكم وانتوا بتنضموا معانا لعائله النادي الاهلي. يمكن وانا داخل دلوقتي لقيت يعني ما شاء الله الناس بتنضم لعائله النادي الاهلي. محمد هنفتح بكره، اما دلوقتي لقينا الناس يعني ضغط على الشباب جوه يعني، فطبعا دي حاجه كويسه جدا. ويمكن اللي هيشترك معانا هيعرف يعني ايه بقى داخل جدران النادي الاهلي، النادي الاهلي بيتعامل ازاي، النادي الاهلي فيه لوائح، فيه قوانين، فيه اسس بتحكمنا. يمكن كابتن عدلي يعني يكلمكم اكتر مننا فيه، لان احنا اتعلمنا منه، ودايما احنا بنقول كده احنا بنتعلم من اللي قبلينا. فاللي بينضم لاسره النادي الاهلي اللي بتحكمه لوائح وبتحكمه قوانين مش زي ما الناس فاكره، وهتلاقوا رئيس النادي الاهلي برضه بصوره مختلفه خالص داخل النادي الاهلي. كلنا بيحكمنا لوائح، كلنا بيحكمنا العيله الواحده وروح العيله الواحده، عشان كده دايما بتلاقي النادي الاهلي نمرة واحد في كل حاجه. فعشان كده يعني الاستاذ محمد كامل طبعا النادي الاهلي الاقصر هو فرع مستمد من النادي الاهلي فرع مدينه نصر، النادي الاهلي المقر الرئيسي في الجزيره، النادي الاهلي التجمع الخامس، النهارده النادي الاهلي شيخ زايد، النهارده فرع النادي الاهلي في الاقصر. فهو نفس هتخش النادي الاهلي بتلتزم بسلوكه، بتلتزم بلوائحه، بتلتزم بعائله النادي الاهلي. الالعاب الموجوده في النادي الاهلي زي ما قال هتبقى موجوده عند حضرتك معانا ان شاء الله باذن الله. الاداره اللي موجوده هي نفس القصه، اللوائح اللي موجوده هي نفس اللوائح اللي موجوده. اتمنى اللي انتوا بقى ما تتخضوش من لوائحنا، لان هي فعلا اللوائح جوه النادي الاهلي وكابتن عدلي عارف كده كويس صارمه جدا جدا، بس برضه بتحكمها روح العالم.